أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هو أقدم فندق بمدينة الدار البيضاء، به أقام رؤساء دول غيروا مجرى التاريخ، وبه اتخذت قرارات حاسمة في زمن الحربين العالميتين. إنه فندق لينكولن وسط المدينة العتيقة للدار البيضاء، المتميز بهندسته المعمارية الفريدة. بني بداية القرن الماضي وشهد أحداثا كبيرة، لعل أهمها لقاء الدار البيضاء الذي جمع تشرشل وروزفلت وغيرهما. به سطرت الخطوط العريضة لوقف الحرب العالمية الثانية. بين الأمس واليوم تغيرت أشياء كثيرة، تحول خلال لينكولن إلى أثر بعد عين. لم يتبقى منه إلا جدران ضخمة شاهقة تأبى الاستسلام، تنتظر من يأخذ بيدها ليضم جرحها، علها تسترجع بعضا من تاريخها التليد. كريم القرقوري من الدار البيضاء وهذا التقرير. فندق لينكولن وسط الدار البيضاء، معلم حضاري وتاريخي طوى قرنا من الزمن، وواحد من 40 معلما مصنفا ضمن فنون العمارة على مستوى المدينة، وتراث هندسي عالمي معترف به منذ سنة 2000. وحسب كثير من المهتمين بالتراث، فإن هذا المعلم التاريخي بات مهددا بالاندثار بسبب التهميش والإهمال الذي طاله لعقود، وكذلك الانهيارات المتتالية لجدرانه وأجزائه التي تتساقط واحدة تلو الأخرى بعد أن هرمت ولم تعد قادرة على التماسك. البيضاويون يعرفون قيمة لينكولن، هذا الأوتيل، هذا الفندق اللي هو موروث ثقافي لمدينة الدار البيضاء. جميع البيضاويين كانوا ينتظرون ترميم هذا الصرح الثقافي في مدينة الدار البيضاء، ولكن للأسف أنه يعني المجالس المتعاقبة على مدينة الدار البيضاء وكذلك الوزراء المتعاقبين على وزارة الثقافة، نظرا لأنه متدخل أساسي في هذا المشروع ديال ترميم ديال فندق لينكولن، يعني ما كانتش في المستوى، نظرا لأنه تم إهمال هذا الجزء هذا، والبيضاويون أصبحوا يشتكون وربما تشوفوا خلفي الآن وأنه أصبح يعني مرمى للنفايات. وبالرغم من السياج الضخم الذي أحيط به الفندق بغية حماية المشاة وقاطرة الترامواي التي تمر بجانبه وعشرات المشردين الذين يقيمون بجواره من خطر انهيار جدران الفندق وأجزائه المتهالكة، إلا أن المواطنين لا زالوا يتخوفون من المخاطر التي يشكلها عليهم، خاصة بعد الحوادث المميتة التي تسبب فيها انهيار بعض من أجزائه. مجلس مدينة الدار البيضاء الوصي عن الفندق يقول بأنه أعلن عن مجموعة من الصفقات العامة التي ترمي إلى تهيئة وتجديد بنائه. هو فندق كان فيه مشاكل متعددة، اليوم طبعا الجماعة عامل عليه واحد المقاربة، أولا مقاربة يعني باش هذاك الفندق يبقى محافظ على ديك القيمة ديالو، ثانيا أنه يترمم في إطار يعني واحد المستوى اللي يليق به مع الاحتفاظ بالعمق التراثي ديالو. بحكم أني المستعملين ترامواي بشكل يومي، كنمر من حدا فندق لينكولن، كنحس بواحد الخوف كبير، لأن كنخاف أنه لا يتم الانهيار تاعو، حيت سبق كان انهيارات في 2014 أدت المصرع العديد من الأشخاص، كيبقى عندي تخوف كبير، هذا كيشكل خطورة عليا أنا كمواطنة وعلى جميع المواطنين وخصوصا الأطفال. وفي انتظار خروج هذا المشروع الهام إلى حيز الوجود، يتطلع البيضاويون إلى الحلة الجديدة لهذا المعلم الأثري الذي يعتبر مفخرة مدينة الدار البيضاء، خاصة وأن كثيرا من الشخصيات العالمية التي قادت العالم بداية القرن الماضي اجتمعت وأقامت في هذا الفندق، كالرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل وغيرهم. هنا دارت أحداث كثيرة دونها التاريخ، وهنا اجتمع قادة العالم للاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب العالمية الثانية، وهنا انهارت أجزاء كبيرة من فندق لينكولن، المعلمة التاريخية التي أصبحت أثرا بعد عين. كريم الخرقوري، التلفزيون العربي، الدار البيضاء.